استطاعت المنتجات الكويتية إثبات قدرة كبيرة على منافسة المنتجات الأخرى المتنوعة الموجودة في السوق الكويتي والتي ترد من مختلف بقاع العالم، وهنا تأتي السياسة الترويجية المتميزة للمنتج الوطني. في لجان مشتريات تدخل في هذا الموضوع، اليوم يستثنى المنتج الوطني من هذا اللجان، يعطى أولوية في الدخول. كذلك عندك أن اليوم تميز المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية بالنسبة للأرفف، بالنسبة لأماكن التواجد، بنسبة المجاني أقل، نسبة الدعم الذي يقدمه للجمعيات ليست كالشركات اللي جاي من برا. المنتج الوطني تفوق على غيره من حيث الجودة، فهو مطابق للمواصفات العالمية. أجود وأحسن وأنا شجع يعني. والله أشتري البطاط والخضرة والخيار كلها. كما تسعى الجمعيات التعاونية إلى تشجيع الشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى طرح منتجاتهم من خلال مواقع الجمعية لدعمهم ودعم المنتج الكويتي. المنتج الوطني كل عندنا في أرفف خاصة مساحات كافية لهم، بس في المستقبل القريب عندنا السوق القديم هني بعد ما نسوي تخصيص من الجهات الرسمية في الدولة راح يصير مكان كبير وحيز كبير لأصحاب المشاريع الوطنية. المنتج الوطني هو طبعا مدعوم من الحكومة ولازم ينعرض بشكل واضح للمستهلك الكريم بالأسواق المركزية وبالفروع كذلك، ولازم تسهل الجمعية، حنا كجمعية لازم نسهل حق المنتج الوطني بأقصى حد ممكن. صنع في الكويت جملة تذلل جميع العقبات أمامها داخل الكويت، أما خارجها فهي تعزز مكانة الكويت بين المنتجات العالمية. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.